السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكل المتابعين على قناتي وليد فوتوز. الدرس الثاني لتطبيق اللوما فيجن بينقسم إلى فقرتين إن شاء الله. الفقرة الأولى هو كيف تحمل المقاطع المرئية من القنوات المحددة، والفقرة الثانية بتكون إذا كان عندك فيديو كيف تستفيد منه، هل أنت تحمله كامل أو مقطع منه، وكيف تستخدم فصل الصوت عن الفيديو. بخصوص تحميل المقاطع المرئية سواء كان من الآيباد أو من القنوات الأخرى، بنحدد هناك عندنا طريقتين لتحميل هذه المقاطع. الطريقة الأولى هو أنك تحملها مباشرة من التلفون أو الآيباد إلى اللي هو برنامج لومافيجن، والطريقة الثانية هي عن طريق يعني مثلا السحابة أو مثل ما يسمونها الكلاودز، أو عن طريق دروب بوكس أو طريق اللي هو الهارد ديسك، في انواع معينة اللي هي متوافقة مع نظام اللي هو اللومافيجن. كيف نبدأ؟ اول شيء لابد ان نحدد عملنا بيكون اطاره شو، 30 فريم مثلا او 24 فريم. نبدأ نختار مثلا 24 فريم، نبقى لاندسكيب لان فيديو اللي نختاره عشان مثلا اليوتيوب، نضغط على بلس راح ندخل على طول على العمل. هني بيكون عندنا الاختيار اللي هو مثل ما تعرفون المتعدد، مثل ما قلت لكم عندكم الصور اللي هو الجاليري الخاص في الايباد، او عندك مثلا البرنامج الاخر. خلونا نتكلم عن الطريقة الاولى واللي هي الاسرع. اذا كان عندي انا مقطع الفيديو موجود على اللي هو الايباد، على طول ادخل على فوتوز واروح على الفيديو واختار الفيديو اللي انا اباه. بتشوفون الفيديو يطلع لك هني، تضغط على العلامة اللي موجودة هذه وتنزل، وراح تشوف الفيديو مثل ما انت شايف الحين، المقطع الفيديو كامل موجود امامي هني. هاي الطريقة الأولى والسهلة اللي نقدر نحمل فيها الآيباد. هذا برو 11 بإمكانك تسوي لك الوصلة، تحتاج إلى وصلة، ومن خلال الوصلة تحط اللي هو الميموري كارد وتحمل المقاطع الفيديو إن كان لك رغبة إنك تحمل دايركت من الكاميرا إلى اللي هو البرنامج هذا. الطريقة الثانية واللي هي لابد إنك تعرفها هي طريقة السحابة وطريقة الهارد ديسك او القرص اللي هو التخزين الخارجي. عندنا مثل ما انتم شايفين كيف نقدر نيبم من مثلا خلينا نقول جوجل درايف او عن طريق دروب بوكس. بتشوفون في القائمة هني في شيء مكتوب امبورتد، هني عندنا بتشوفون القنوات موجودة وواضحة، بتشوفون دروب بوكس، جوجل درايف، اي كلاود، هاي كلها موجودة. طبعا عشان تفعل اللي هو جوجل درايف لابد انك لما تضغط على الجوجل درايف راح يطلب منك انك تدخل اول مرة، راح يطلب منك تعرف الجوجل درايف باليوزر نيم والباسورد مالك. من تربط التطبيق هذا، التطبيق اللي هو لوموفيجن مع الدروب بوكس او مع اللي هو جوجل درايف، خلاص مرة واحدة بس وعقب تكون عندك. طبعا بتشوفون انا حاط في جوجل درايف مقسم الملفات اللي احتاجن حق الفيديو، مثلا هذا الباك جراوند ساوند افكت مثلا انا اقسم من هذه الطريقه، بندخل فيها بعدين بعطيكم كيف تقسم هاي عشان تسهل على نفسك العمليه تحويل الملفات، يعني كلها من ام بي 3 غير ساوند افكت، اي شيء تحتاج المؤثرات الصوتيه اللي تحطها بين الفواصل، هاي كلها راح ناخذها بطريقه اخرى. بس الحين خلونا نركز على كيف طريقه تحميلنا من التطبيقات هذه او من البرامج هاي للتطبيق هذا. مثل ما قلت لكم انت ممكن تخزن الفيديو في الدروب بوكس عن طريق الكاميرا او عن طريق اللابتوب، ومن بعد ما تخزن هناك بامكانك تاخذ الفيديو وتعالجه على طول على التطبيق هذا وتسوي المونتاج اللي انت محتاج منه. هذه قنوات موجوده وسهل انك تتعامل فيها. عن طريق الهارد ديسك بتشوفون عندنا نوعين من الهارد ديسك موجودين هني. الدبليو دي هذا معروف شركة عالمية وموجود بكثرة والأغلبية يستخدمون الصراحة كهارد ديسك. هذا يكون اللي هو فيه إمكانية الاتصال اللاسلكي، يعني مثل واي فاي موجود، وكذلك أسهل إذا كان فيه مثل ما تقولون فتح خاصة للإس دي كارد اللي هو ميموري كارد، ممكن تحطه ومن خلالها ترفعه. الميموري او الهارد ديسك الثاني او القرص اللي هو التخزين الاخر هذا معروف، يمكن غالي كسعر،
لكن ان استخدام انا جربت استخدام شويه متعب مش سهل. هذا بعد نفس وظائف الهارد ديسك، ولكن هذا يعمل لك باك اب لجميع الملفات اللي موجوده، سواء كانت عندك على اللابتوب، كانت على الهارد ديسك نفسه، او كانت الميموري كارد، او يعمل لك حتى عن طريق الايباد في تطبيق خاص فيه، تنزل التطبيق ومن ثم تحمل عن طريقه، ولكن هو بطيء نوعا ما في التحويل. فافضل طريقتين انا ايدهم اللي هو دروب بوكس والجوجل درايف، ودايركت عن طريق اللي هو الكاميرا رول اللي موجود على الايباد. نروح للفقرة الثانية واللي هي تتكلم عن شيء مهم جدا، انك انت الحين هل انا محتاج الفيديو هذا كامل او اني محتاج جزء من هالفيديو. خلونا الحين هذا الفيديو موجود عندنا واحنا نبغى نضيف فيديو اخر، الفيديو الاخر موجود هذا الفيديو. انت لما تضغط بس فقط على اللي هو الفيديو من خلال الفولدر اللي موجود او النقطة اللي موجودة على اليسار، راح تشوف في فريم ينعمل على الاختيار مالك، وتطلع في الشاشة اللي على اليمين هني اللي هي الفيديو اللي موجود. تشوفون اللون الازرق اللي طار هذا المستطيل، هذا انت تحركه واللي تختار فيه الجزء اللي انت محتاجنه عشان تحطه في العمل مالك. فانت تختار مثلا انا محتاج بس دقيقتين او قصدي ثانيتين من هذا الموضوع، فاختار اي ثانيتين بالضبط، ومن ثم تعمل تضغط على السهم اللي موجود هني وراح ينزل لك الفيديو في المكان. فهاي طريقة يعني بدل ما موجودة في الفاينل كات، واللي يستخدم الفاينل كات يعرف ان هذه الطريقة اللي نستخدمها، نختار مقاطع معينة من الفيديو ونحملها. خلونا نتكلم الحين عن طريقة فصل الصوتي عن اللي هو من الفيديو. انا فلنفرض عندي هذا الفيديو، لكن انا ابغى الموسيقى مو مش محتاج اللي هو المشهد اللي قدامي، فاضغط على الفيديو نفسه راح يكون بالازرق، كل ما اضغط على فيديو راح يكون بالازرق. شوفوا لما تضغط يعني هذا اخترت الفيديو، هذا اخترت هنا الفيديو الثاني. فلما تختار الفيديو تروح على الحقيبه اللي موجوده على اليمين اللي فوق البلس هني، من تضغط عليه بيعطيك عده اختيارات، هاي اللي تكلمنا عنهم احنا الاختيارات. احنا اليوم ما بنتكلم كيف تعالج الالوان وغيره، بناخذ اختيار كيف افصل الصوت عن المقطع الفيديو. بتشوفون هني مكتوب ديتكت، فلما تضغط عليه راح يفصل عن اللي هو الصوت عن الفيديو. الحين فلنفرض اني انا ابى الفيديو الصوت فقط، ما ابى الفيديو. فقبل لا امسح الفيديو اتاكد انه ما في رابط. الحين هني موجود ان لينك، بتشوفون على اليمين في القائمه نفسها العلامه البيضه اللي موجوده هني، هذه تثبت لك ان في ربط بينهم. يعني لو مسحت الفيديو راح يمسح الملف الصوتي. تعمل ان لينك اللي هو بين الفيديو وبين الصوت، الحين هذا في ربط هني بدون ربط. فعقب تختار الفيديو وتعمل مسح، خلاص شفتوا راح الفيديو وظل عندي الملف الصوتي. يعني لو اشغل الملف الصوتي راح يكون بس موجود عندي الملف الصوتي بدون الملف اللي هو اللي فيه الفيديو. للعودة اذا في حالة اني حبيت ارجع، فتشوفون السهم هني اللي فوق وين الحقيبة، فوق في الاعلى تراجع، خلاص هنا نرجع بالفيديو مثل ما هو. راح تلاحظون ان في كل حلقة اشرح بشكل بسيط لفقرة معينة. انا ما باكثف عليكم التعليمات والشغل وهذا، ما باشتت، ما باخذ وقت طويل معاكم، فبنركز على بعض الامور في شغل الاديتنج. يعني ان شاء الله الحلقة القادمة بيكون الشغل الصح، يعني بنبدأ نحط مقطع فيديو ونحط مقطع صوتي ونلون الفيديو، وكيف نحط هذه التأثيرات الألوان في التطبيق، وهاي التأثيرات أنا راح أعطيكم مجموعة مجانية لكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. فأتمنى أن هاي الحلقة كانت بسيطة ووصلت لفهمكم، وإذا عجبتكم الحلقة لا تنسون لايك والمشاركة في القناة ونشر القناة. وبإذن الله الحلقة القادمة بتكون شوي بندخل في المعالجة وفي تلوين الفيديو، نخليه بلون سينمائي أو بألوان أخرى. والحين نقول مع السلامة ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة.